طيب حلو قوي، خلينا نروح لفايز مجدي مراسل قناه النادي الاهلي والمتواجد في مقر النادي الاهلي في الجزيره علشان يطمنا على مران النادي الاهلي النهارده واللي استأنف خلاص تدريباته استعدادا لمباراه وفاق ستيف. يا فايز مساء الفل عليك. مساء الفل زميلي امير هشام، بنتشرف طبعا بيك وكل مشاهدي قناه الاهلي. تمام، طمني يا فايز على التمرين النهارده واستعدادات النادي الاهلي للمباراه. هو اولا دلوقتي احنا عايزين نعرف الجمهور ان الفريق طبعا اغلق صفحه البطوله العربيه بعد الفوز على النجم اللبناني برباعيه. تمام. ويستعد حاليا لملاقات وفاق اسطيف الجزائري يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. ابتدى التدريب بالظبط الساعه 5:10. ابتدى التدريب بمحاضره للاعبين في وسط الملعب لاعطاء طبعا النصائح للاعبين والتوجيهات من قبل طبعا بدرس كارترون المدير الفني والكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره. تمام. بعد كده تم الجري حوالين الملعب والفريق، هو الفريق طبعا انا عايز برضه اوضح حاجه ان الفريق الحمد لله كامل ما عدا طبعا جونيور اغايم. طبعا. واتكلمت مع الدكتور خالد محمود. تمام. المسؤول طبيب الفريق طبعا، الجهاز الطبي طبعا، رئيس الجهاز الطبي للفريق. اطمنت منه على سعد سمير وعن هيلحق سعد يا فايز؟ قال لك هيلحق؟ قال لي هيلحق سعد ومروان محسن. تمام. وميدو جابر لسه هيشوف بعد التدريب. شكوك حوالين ميدو جابر. تمام. لسه هيشوف، هيعرفني بعد التدريب. السوليه بره المباراه. ها بالظبط، لكن عمرو السوليه مش هيلحق. تمام عمرو السوليه مش هيلحق. طيب يعني ان شاء الله نتمنى ان كلهم يكونوا، يعني نحاول بقدر المستطاع يتم تجهيز عدد كبير من اللاعبين عشان الخيارات تبقى مفتوحه لمستر كاترول. اتفضل يا فارس. احنا اطمنا على سعد سمير ان ان شاء الله هيلحق المباراه. تمام. هو بالفعل بيتدرب معاهم حاليا. ابتدى طبعا التدريب بالجري حوالين الملعب، وكان الثلاثي الشناوي واكرامي وعلي لطفي معاهم. تمام. مدرب الحراس مصطفى كمال. تمام. بيجري معاهم حوالين الملعب برضو ايضا معاهم. بعد كده عمل استرتشات واطالات في منتصف الملعب مع الكابتن حسين عبد الدايم مساعد مدرب الاحمال، وخفيف كده بالكره. تمام. في الملعب هم حاليا لسه برضو في تدريبات التأهيلية مع طيب. الكابتن فايز خليني أقول لك الجدية والتركيز أكيد واضحين بشكل كبير جدا على اللاعبين قبل مباراة مهمة جدا هم طبعا زي ما أنا قلت لك زميلي أمير إن هم قفلوا صفحة البطولة العربية تماما، مركزين تركيز تمام كبير جدا وواضح جدا للبطولة الأفريقية، وده الأهم طبعا بالنسبة للفريق النادي الأهلي. وهو طبعا الفريق عايز أقول لك إن هو متحفز، يعني الإصرار والعزيمة باين عليهم. أكيد أكيد. حتى التركيز معاهم وهم في منتصف الملعب بياخدوا نصايح من المدير الفني والقائم على الأعمال مدير الكرة كابتن محمد يوسف. المدرب العام. اللعيبة في إنصات وتركيز جامد جدا طبعا. أكيد. عشان ده طبعا ماتش مهم. تمام. شكرا يا فايز، انا بشكرك شكرا جزيلا على مجهودك الرائع ده، واكيد قلت لنا كل التفاصيل الخاصه بتدريب النادي الاهلي النهارده استعدادا لفريق وفاق ستيف. وزي ما قال فايز كده اكيد التركيز واضح والجديه واضحين جدا على لعيبه النادي الاهلي، هم خلاص اكيد مدركين المرحله اللي فيها النادي الاهلي، قربنا خلاص خطوه او خطوتين والنادي الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا ويستعيد هذا اللقب الغالي ويضمه للعديد من الالقاب المتواجده في دولاب بطولات النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. ان شاء الله كل التوفيق للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي.